أفطرت 3 رمضانات بسبب الحمل والرضاعة والصوم صعب علي، فهل يجوز الإطعام عن هذه الأيام؟ لما تنتهي وقدرتي وجدتي على نفسك قدرة افعلي هذا، وإلا تطلعي 20 جنيه عن كل يوم، كل يوم في ذمتك عليه 20 جنيه، يعني رمضان كله ب600 جنيه. قالت لا ده ندفع 3000. ادفعي يا اختي، ادفعي 3000 ما يجراش حاجة، لانه 2.5 كيلو من الحبوب او الزبيب او التمر، هتلاقي الزبيب الكيلو بقى بكام؟ بمية، يبقى 250 جنيه. والقمح هتلاقوه، الرز ب20 جنيه، القمح هتلاقوه ب10 ولا حاجة، 2.5 دول، ففي تفاوت. احنا بنقول 20 علشان الرز هو اللي شايع، الناس بتطبخ، يعني لما تدي فقير رز يعرف يطبخ، لكن لما تديله قمح هيطبخ ايه؟ ولا يعرف يطحنه ولا يعرف ياكله ولا يخبزه ولا يسويه ولا حاجه. فالشائع الان هو الرز. لما تروح بعد 20 جنيه عند البقال هيدي لك 2.5 كيلو رز ب20 جنيه، يعني الحسبه جت من هنا. لكن اللي عايز يزود يزود، قدامنا هو لغاية 250 في اليوم، يعني 7500 في الشهر. شوف الفرق ما بين 600 جنيه و 7000 جنيه. قال لي انا عايز اطلع 10. طلع اخويا، طلع اخويا، واخد بالك ازاي؟ مفيش مانع.